صباح الفل، يا أجمل وأحلى صباح في الدنيا كلها. النهاردة بقى حلقة مختلفة، يوم في ضيافة أبو عبد الله. أبو عبد الله أحد أصدقائي السعوديين، استضافنا الحقيقة في المزرعة بتاعته مع الجمال بتوعه لما عرف ولا عيب الجمال. عزمني بقى عشان أتعرف على الجمال بقى عن قرب بقى. بداية الضيافة بدأت بكوباية من لبن الإبل أو حليب الإبل. الحقيقة أول مرة في حياتي أشربه، لكن طعمه يا جماعة حكاية والله العظيم. بعد شوية بقى حاب أحكي لكم بقى عن فوائد حليب الإبل بالتفصيل. بعد كده يبدأ تحضير القهوة العربي، والقهوة العربي ميزتها بقى إنها يعني مش مجرد فنجان كده قهوة بتشربوه خلاص، لا 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 خالص، دي حكاية كاملة بتعيشها. تبدأ الأول بتبخير الدلة من جوه ببخار المستكة زي ما انتوا شايفين كده. هو تبخير المستكة؟ يبخرها مش يحطها. بعد كده بقى مرحلة صحن البهارات. البهارات بتاعة القهوة العربي عبارة زي ما انتوا عايزين، يعني هي أساسا بتبقى زنجبيل مع قرنفل مع حبهان اللي هو الهيل مع شوية زعفران صغيرين، يعني ممكن تحطهم كلهم أو تحط اللي تحبه. يعني رد الحلال رد الحلال يا ولد. بعد كده بنحط عليهم بقى القهوة العربي بعد ما تكون غليت في النار. وأجمل شيء بقى بيتقدم مع القهوة العربي هو التمر. جو القهوة العربي بقى المتميز بيكمل بصوت أبو عبد الله وهو بيهيجن. بيهيجن بالسعودي يا جماعة يعني بيغني شعر نبط. الشعر النبطي هو الشعر باللهجة البدوية السعودية. عقلك تولوه الشياطين تلقاه وانا القابي دالك واحد ذلك. بعد كده بقى خدت جولة في أرجاء المكان في الجو الصحراوي الممتع ده. أي حاجة تبعدني عن الزحمة وصخب المدينة الحقيقة أنا أحبها. مفيش حاجة ممكن تسعدني أكتر من فضاء ممتد قدامي من غير ما عيني كده تصطدم بأي آثار مدنية بتفقد الطبيعة جمالها وتفقدها سحرها. وصلنا دلوقتي للجمال، موضوع حلقتنا النهاردة. والجمال أو الإبل هي عز لأهلها كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. والجمل ذكر في القرآن مرة واحدة، بينما تم ذكر الإبل مرتين. أما كلمة الناقة فقد ذكرت في القرآن الكريم 7 مرات. الجمل بيسموه سفينة الصحراء. ليه بقى سموه سفينة الصحراء؟ لأنه هو الحيوان الوحيد اللي بيمشي على رجليه الاثنين اللي في ناحية واحدة مع بعض، مش بيبدل يعني زي باقي الحيوانات. ده بيخلي بقى طريقة مشيه زي ما يكون بيتمايل كده هو ماشي زي السفينة في البحر، عشان كده سموه سفينة الصحراء. الجمل بقى له سنام كبير بيخزن فيه الدهون، مش المية يعني، السنام ده ما بيخزنش فيه مية، بيخزن فيه دهون، بيخزنها لوقت احتياجه للطاقة في حالة عدم وجود مواد غذائية متاحة له. الجمل يا جماعة ممكن يشرب 130 لتر مية دفعة واحدة في خلال 10 دقايق بس، يعني بالتقريب كده ما يوازي تلت وزن جسمه. بيتحمل العطش بصورة لا يمكن تخيلها، يعني حضراتكم ممكن يصوم عن المية في فصل الشتاء أو الربيع لفترة ممكن توصل لكام؟ ل4 شهور. أو والله بيكتفي بس باللي بياكله من نباتات خضراء تكون فيها شوية مية كده غنية بالمية. في الصيف ممكن يصوم عن المية لمدة 2 أسبوع أو أكتر شوية. معروف بقى عن الجمل ان هو بيتحمل الجفاف، يعني في الوقت اللي معظم الحيوانات ممكن تموت لو فقدت 20% من وزن جسمها، الجمل ممكن يفضل على قيد الحياة حتى لو فقد 40% من وزنه. الجمل ممكن سرعته توصل ل 65 كيلومتر في الساعة، وممكن كمان ان هو يشيل فوق ظهره اكتر من 200 كيلو. الجمل بيتميز بذاكرة قوية جدا بتخليه يتعرف بسهولة على أي مكان أو أي بير شرب منه قبل كده.
بالإضافة لمعرفة الأماكن اللي هو اتولد فيها أو نشأ فيها، بالإضافة إنه هو ممكن يعرف صحابه القدام حتى لو عدى أكتر من 10 سنين على آخر مرة شافهم فيه، بالإضافة إنه بيعرف أي طريق مشي فيه قبل كده، عشان كده لو تاهوا في الصحراء اللي معاه جمل لا يمكن يتوه لأنه بيبقى عارف كل الطرق اللي مشوا فيها قبل كده. الجمل بقى يا جماعة هو أقرب الحيوانات في الطباع إلى الإنسان، سواء طباع كويسة أو طباع وحشة، بيكره زي الإنسان ويحب زي الإنسان. والحب عند الجمال يا جماعة مش محتاج أي ترجمة، شوفوا المشاعر الجميلة اللي بتربط صاحب الجمال ده مع الجمال بتوعه، شوفوا كده هو بينادى عليهم بالاسم واحد واحد، طب شوفوا بيجروا عليه ازاي وبيحضنهم واحد واحد وبيبصهم واحد واحد. مش محتاج أشرح لحضراتكم إن نفس المشاعر واضح إنها عندهم هما كمان. هنا ما بين البدو في مثل بيقول لا غدر مثل غدر البحر ولا حقد مثل حفظ الجمل. هحكي لحضراتكم قصة غريبة مشهورة هنا جدا ومتداولة هنا بين البدو عن جمل صاحبه ضربه وأهانه بصورة شديدة، ولما حس بخبرته أن الجمل ناويله على شره وناوي ينتقم منه باعه انتقاء لشره. مرت السنين لغاية الراجل ده ما نزل ضيف على إحدى القبائل وهناك شاف الجمل بتاعه بتاع زمان، عرف أن الجمل عرفه على طول. اللي حصل ايه بقى؟ ان الراجل ده بالليل امن المكان اللي هو نايم فيه ولبس توبه للمخدة اللي هو نايم عليها وغطاه بطنية واستخبى بعيد عشان يلاقي الجمل بتاعه بتاع زمان جاي بالليل على الفرشة بتاعته، وهو بقى ايه بيحسب المخدة اللي هو ملبسها التوب بتاعه بيحسبها الراجل نفسه، برك عليها وقعد يطحنه تحتها طحن بالظبط بالظبط زي اللي الجمل ده بيعمله. شوفوا كمية الغل اللي جواه، شوفوا الرغبة المدمرة في الانتقام مخلياه ماسك في فرشة صاحبه وبيقطع فيها بسنانه وبيطحنها ازاي. اما الجمل ده شوفوا بس لما قرب للراجل اللي عايز يذبحه شوفوا عمل فيه ايه. الجمل كمان عنده غيرة شديدة جدا على الانثى بتاعته زي الانسان بالظبط ويمكن اكتر، لدرجة ان لو دخل جمل تاني للقطيع هو بس مش ممكن يتخانق معاه، ده ممكن يتعارك معاه إلى درجة القتل حرفيا إذا بقى ما تدخلش بينهم الراعي وفصلهم عن بعض زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. الجمل كمان يا جماعة بيبكي زي الإنسان، شوفوا الناقة اللي بتبكي دي، بتبكي والله العظيم بتبكي، بتبكي على ابنها يا عين الصغير اللي لسه ميت من شوية، شوفوا دموعها نازلة على الرمل إزاي. الجمل كمان عنده وفاء زي الإنسان وأكتر كمان، طب شوفوا الجمل ده اللي صاحبه توفى كل يوم يروح عند القبر بتاعه يقعد زي ما انتوا شايفين كده، يروح من الصبح ويروح آخر النهار. حتى الجمل ده صاحبه ابنه توفى وصاحبه ما جاش يشوف الجمال بتاعته من 3 أيام، طب شوفوا بقى الجمل ده حضن صاحبه ازاي أول ما شافه وكأنه بيواسيه في موت ابنه. سبحان الله سبحان الله. الجمل الجغنتوت الجغنتوتة ده بقى لسه مولود بقاله 15 يوم بس، مبارك مبارك ده اللي هو الراعي بتاع الجمال بياخد الجمل الصغير ويوديه عند أمه استعدادا ان هو يحلب منها اللبن. العملية دي بيسموها التعطيف، التعطيف يعني من العطف تقريبا، يعني بيخلي الجمل الجغنتوتة ده يبدأ يرضع من أمه وفي نفس الوقت يبدأ مبارك بقى ايه بعملية الحلب. عايز اعمل شويه حقيقه بقى، انا كمان جربت من والله وحلبت شويه حلوين بس حته علقه اللبن هنا. لبن الابل بقى فوائده لا تحصى ولا تعد، بيتميز بجودته العاليه بحلاوه طعمه بسهوله هضمه قليل الدهون خفيف على المعده غني جدا بالفيتامينات والمعادن والبروتينات خاصه الكالسيوم، بالاضافه ان هو بيحتوي على مواد ضد السموم ومواد ضد البكتيريا. في كمان يا جماعه في لبن الابل مواد بتقوي جهاز المناعه، بيستخدم في علاج كتير من امراض الجهاز الهضمي، حتى ان رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام عندما اشتكى بعضهم اليه من مرض اصاب بطونهم أبارهم على طول ان هم يشربوا من لبن الابل. لبن الابل كمان بيحمي القلب، بيقوي القلب، عشان كده تلاقي البدو يعني هم اكثر الناس يعني اللي بيعيشوا والله يعني طول في عمرهم. يعني حان الان وقت صلاه العصر، ابو عبد الله بقى بيرفع الاذان استعدادا للصلاه،
واضح بقى ان في وليمه ابو عبد الله محضرها لنا لسه بتستوي على النار قدام حضراتكم. ايوه على الصلاه. الله اكبر الله اكبر. بعد ما صلينا نروح بقى نشوف الوليمه اللي محضرها لنا ابو عبد الله. ما شاء الله على الكرم يعني. الراجل ده بحلنا خروف الحقيقه يعني. كرم الضيافه عندهم الحقيقه والله بيتكتب فيه كلهم. كلكم بقى الشوربه لوحدها كوب او زي ما بيقولوا عندهم هنا المرج. انا اول مره اعرف ان الشوربه بيتاكل معاها طمر، لكن الحقيقه كان جميل قوي طعمهم الاثنين مع بعض. ده اسمه مرج. مرج اللي هو شوربه يعني، بس احنا بنسينا من اسمه مرج. خلاص استوى الرز واستوى اللحم واصبحت الوليمه جاهزه تماما للاكل. اطعم اكله اكلتها في حياتي بجد يعني. مسك الختام بقى كان مع القهوه العربي مره ثانيه بعد الاكله الدسمه دي، لكن مع شعر من ابو نواف، شعر نبطي لكن واضح ان هو يعني شعر رومانسي، بس بقى ما حدش يقول لي معناه ايه عشان مش هعرف افيدكم قوي الحقيقه يعني. ورد حبه ريحته دايم تفوح تفوح يا ما بهجرك ظللتني فروعه. هذا مقدر لي ومكتوب باللوح، واللي مقدر كيف بمنع وقوعه. يا صدام خلي الغلا لو طحت ما قلت مسموح مسموح. خليت قلبي يرتجف من روعه منظروعه. عشقتك بقلبي على غير مصلوح، لو كان روحي لحبك خضوعه، لاجلك انا للحب لو طحت مسموح اشيلها بالنفس وروحي جلس. نختم اليوم الجميل ده بقى ببوسه على راس الجبل الزغنون الامور ده. نتقابل بقى على خير إن شاء الله في حلقة قادمة.